FM. الكلمة ليك. التصاق اسم شيرين النجمي بشيرين المصرية في البدايات ممكن كان هو نقطة قوة، اليوم ما ظهرلكش ولا نقطة ضعف؟ لا ما ولاش اليوم حاجز. بيسير ما ولاش نقطة ضعف، ما ولاش حاجز. خنغير السؤال. ليه لا حاجز ولا نقطة ضعف. أنا اسمي الحقيقي شيرين النجمي. عارف معناتها مانيش انا جيت حبيت نبدل اسمي، قلت نقرب لشيرين فكرت الاشابه لشيرين، جيت حبيت نوضح هذا خاطر فما برشا ناس توانسه يتخيلوك انت عامله اسم شيرين. وعلى فكره فخر ليا انه نقولوا شيرين صوتها يشبه شيرين عبد الوهاب، خاطر شيرين عبد الوهاب راهي كما نقولوا هرم من اهرام مصر، ناس قريب يسجدوا لها في مصر بالحق. راهو معناتها قبل ما كنتش تخيل هكاك، ما في مصر عندهم اربعه من الناس، عمرو دياب محمد منير، شيرين عبد الوهاب، وثامر حسني. وثامر حسني كهو باقي كل يجيو من بعد موجودين اخرين، لكن هذوما اللي عندهم ما تقلقنيش. زاد ثم مغالات عند المسار، وزاد كي يولي مش عارف، يعني محمد منير خاطر قمه كبيره، اما عمرو دياب كي يولي قمه في مصر يظهر لي ما يستحقش برشا القيمه. نقول لك حاجه، عمرو دياب استنسوا بيه، مش استنسوا بيه، يعني من قبل مره دخلت في جدال مع واحد في مصر يقول لي عمرو دياب اهم من صابر الرباعي بتاعكم. ماهوش اهم منير، ما نجمش يكون محمد اهم منير. محمد منير وي نمشي معاك، كاركتر سبيسيال، حاجه هكا غريب ماهوش عادي. حتى عمرو دياب راه من اول الناس اللي دخل عقليه التوزيع الموسيقي في الشرق، راه هو حميد الشاعري، كانوا الناس الكل يعرفوا موسيقى وعلي حميده وجماعه هذوكم كيف زاد بديت الريفوليسيون مع عمرو دياب وحميد الشاعري، هذوما الزوز في مجموعه مع بعضهم مع ايهاب توفيق، وفي مجموعه اسمها شمس افريكا، كانوا جروب مع بعضهم يغنيوا اربعه ولا خمسه من الناس، وقت عملوا اغنيه اي لاف يو هي جي تيم تو شمس افريكا، كل شيء كسر بها الدنيا. ومن غاديك بديت خدمه الاستوديوهات وصناعه الموسيقى بالالات الالكترونيك والسنتيز سونور، ودخل حتى لحن من برا مع مصر. دخل هو اللي دخل الموجه نتاع التركيه الهنديه، شفته باللي طلع حمائي وتامر حسني كل شيء، وديما يقعد معناها عمرو دياب نمبر 1. فهمت ولا كابافان الكلمه ليك.